انا حمص حمص يا حلاوة، اخد عبرتك كل شقاوة، وبقدم نفسي وحلاوة زوجتي. يا ستي سيب الميكروفون يا اخي، ما تسيبها تلعب، هي هتاكله. العب يا حلو، العب يا جميل، غني الكلام حلو. انت كلامك وحش. جيت جيت يا اخي، انت وقعت عندك في ايه؟ ومين اللي قال لك تتكلمي؟ بوصلي التسجيل. الله، مش تسمي الاول وبعدين اقول سمع هوس وتخش المزيكا، ولا احسن نقرا الفاتحه من ربنا يكرمنا في الشريط ان شاء الله. نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على حضره النبي، ولا حول ولا قوه الا بالله، ويا بركه الدعاء الوالدين. ستاند باي، هسجل، مش عايز صوت. مزيكا يا مزيكا. يا ريتني فضلت في السكه الحديد. تذكرتين بينها العسل، العسل. وانا هزت وسطي كمان تفتح استاذه في الدق واستاذ سيد فل. سيد فل اخطر لعبه على اساس اسكندريه. سيد فل الرجل الكهربائي الاول، اللي مش مصدق يقرب يجرب يلمس ابو السيل. يا بنقعد في الكهرب تسيح. ايوه ما بلاش. عبرتك كل شقاوة، وبقدم نفسي وحلاوة زوجتي ونوجة وحلاوة. الرحل ده مش غريب على رقم. انا وطن منشي وبطنطن، والدهب مجدك يا وطن. الرحل بتاع غندور الوطن العظيم. سيب الشادر عشان ابو شنب مش عاجبه الموال، يطلع لنا السكران طينا ده اللي مش عاجبه الغنوه كلها. اهي مره وعدت يا حمص، واكيد صاحب الكباريه له رجالته اللي تمنع المعطشه والسكرانين دول. اشنا وشوفنا مش دول يا هما. تعال تعال. انا من ساعه ما دخلوا عليا والازازه في ايده وانا قلت على طول ان دول ما وراهمش غير المشاكل، انا مستعملاهم بس عشان خاطر عفارم فورما فورميتي. هو مشرفه. تعالى يا حبيبي كلم منك. لا احنا. ايوه انت. مين؟ كلم وخلاص. الو. اهلا 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 يا سعاده البيه. لا 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 يا سعاده البيه، دي الغنوه غنوتي وطول عمري انا وحلاوه. حاضر حاضر يا ابو صلاح بيه اللي تشوفه. حاضر. غني غنوت ايه كده، ندور على باب رزق تاني. يا لهوي ايه الخير؟ مال شايلين عبد القادر على كتافكم ليه؟
اياكش يكون عشان اللي حصل لليله دي في الصاله. صاحب الكباريه كلم حمص دلوقتي وقال له ما رجعنيش غير نويتنا من بكره. يا اخويا ما انتوا عندكم غناوي الشيخ سيد درويش والشيخ زكريا بنقص اللحن الهباب ده. بنقص ازاي؟ دي غنوتي وطول عمري انا وحلاوه بنغنيها. وبعدين انا ما عرفتش الغندور ده ولا عمري شفته. هدي نفسك بس يا حمص، كل عقده ولها الف حلال. وبعدين احنا عندنا هنا في البنسيون محامي متين 40 سنه ما رفعش قضيه، وان كان لك حق يا حلو هتاخده. لا 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 يا عفارم لا، انا هاخد حقي بالله هي احسن. بنشد وبطنطن واتباهى بمجدك يا وطنطن، على كل الاوطان متسلطن، رجالتك طول عمرها رجاله. متخدر وبلادي تنتج وتصدر للعالم ما لم جه على باله. يا صبيه مستنيكوا بعد النمره. حاضر. ما انا حاضر. حبايبنا فاكرين اللي قلته لهم امبارح، بلاش الغنوه اياها. لا ما هي خلاص فرجت، انا رحت اللي اسمه غندور ده وديتهم له في جنابه. ايه هما اللي ديهم له في جنابه؟ الكلمتين اللي هما، الراجل حط وشه في الارض وقر واعترف وما عادش يغني الغنوه دي تاني ابدا. ايه هو اللي بتقوله ده؟ زي ما حمص قال لك كده يا زوق، الراجل غندور ده ما كانش يعرفنا، ولما عرف ان اللحن له صاحب بس الايادي وحالف بشرف امه انه ما راجع للغلط تاني. بقى كده؟ يعني غندور خر قدامكم وباس الايادي. اما نشوف، خلينا ورا الكذاب. يا العالم هنا في الشتاء عايمه فاضي على المليان ليه؟ زي ابن خالة ام حسنين بالظبط، من يوم ما نزلت اسكندريه